السيارة عادية لا سيرونس قليل، ما تبع لا أغريمون، ما تبع لا ضريبة، ما تبع والو، خدام عادي. إن المساواة ما كايناش. تنشوفوا اليوم هاد الشركات اللي تتهاطل على هاد القطاع هذا، بما فيهم هاد الشركة الجديدة اللي تدخل الأمريكية، ولا الشركة الروسية تا هي اللي تبعها من بعد. فهاد الشيء عشناه وعايشتو معنا نتوما وتعايشتو معنا فيه. لنا مدة ديال الزمان هذا اللي حنا تنضاربوا وتناديوا على الحقوق ديالنا الإدارة، لكن لا أذن لمن تنادي. فالناس ما تيستوجبوش، ما تيبركوش معنا. هضرنا فهاد القطاع هذا غادي تيسترجم، غادي تتنزل عليه بزاف ديال القرارات. كل شهر كل شهرين تنشوفوا قرارات جديدة، في حين الشركات لا من تصول وتجول، لا من لا حسيب ولا رقيب. اليوم القطاع تنشوفوه غادي تعيش في الأواخر ديالو، عدة مشاكل جديدة اللي تعيش فيها المهني ديال هذا القطاع هذا. فبدون مساواة، بدون كما سبق لي وقلت لك، بدون حسيب ولا رقيب. بخصوص هذه الشركات اللي دخلوا اليوم القطاع ديال الابليكاسيون هاد الجدود، فهو راه ماشي شي حاجه جديده، راه كاينين شركات اللي كيخدموا غير قانونيين. اللي مهم في هاد العمليه كامله هو انه وزاره الداخليه خرجت بلاغ كتقول بان هاد الشركات غير قانونيه، بمعنى انه هاد الشركات الا بغات تكون في وضع قانوني خصها تدوز من المسائل القانونيه، وانا ذاك غادي نشوفوا شنو الوضع ديالهم. اما الان وانهم كيخدموا غير قانونيين، بالنسبه لنا حنا راه بحالهم بحال الخطافه ديال سميتو عليه، نفس الخندق. لا الابليكاسيون ولا الخطافه، فهما بجوجهم عندهم صفه واحده. ما كنشوفوا حنا حتى تزايد، لان دابا العالم الرقمي وهذا، هاد المسائل هما اليوم او غدا او بعد حين فهادشي هذا هو جاي، ولكن خصو يجي بالاليات ديالو القانونيه ويجي على طريق قطاع النقل اللي غادي يستافدوا منه المهنيين، وغادي يزيد واحد، غادي يطفي واحد الصبغه اخرى ديال 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 الوسائل ديال التواصل، وغادي يسهل الماموريه على المهنيين، وغادي يزيد في الدخل ديالهم. الا كان غادي يخدم عشوائي، علاش حنا غنبقاو مستعبدين بالطريقه هذه؟ كناديو الواجبات وهما غادي يجيو يخدموا. هاد الناس بعدا دابا حتى الدوله ما كتربح معاهم والو. المطلب ديالنا اليوم اللي تنطالبوا به، فلكن الاداره باغا تمشي بهاد الشركات هذا وباغا تدعمهم، فالمهني واحد النهار غادي يحيد لاغريمو وغادي يخدم حتى هو بسياره عاديه ديالو، ما يبقى يخلص لا تامين، ما يخلص لا غريمه، ما يخلص بزاف، ما يتبعوش بزاف ديال الاجراءات الاداريه اللي هي تتهطل عليه كل شهر، ويخدم حتى هو كمواطن عادي بسياره عاديه. في حين حنا تنشوفوا القانون تيقول لك حمل الركاب عبر سياره الاجره، هذا قانون ديال الاداره، لكن الاداره ما القانون ما تتنفذوش، التنفيذ ديال القانون تنشوفوه ما كاينش في هذه البلاد. حنا كنطلبوا من الدوله تقوم بالزجر ديال هاد الناس هاد المخالفين، لانهم ناس في وضع غير قانوني. كنتمناو بان يخرج شي قانون مجرم اللي كيجرم هاد سميتو على هاد النقل السري هذا، لان بالنسبه لنا هذا ما دامت الدوله ما كتعترفش به وكاين بلاغ ديال وزاره الداخليه كتبرأ من هاد التطبيقات، بالنسبه لنا حنا خص يخرج شي قانون كيجرم هاد النقل هاد السري هذا، وحنا راه رافضين بهاد الطريقه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.